خمسة وربعين. هذا بحريني معروف بيجي نص كيلو. هذول علب عاديات مو انهم ممتاز. لا برد. اه ايه من وين انت؟ من حلب. هذا الباب. حلب. من وين انت؟ سوريا. من سوريا؟ ادي لك هون. سنة. شهر بس؟ ليه جيتوا لهون من الحرب؟ مجبورين جينا. وين اهلك؟ ابوي بسوريا، امي جنبك مريض. امك شو؟ امي مريض. مريضة؟ انا هذا اخوي. انت هذا خيك تشتغل انت وياه؟ اخوي بينا اخوي. شو عم تشتغلوا؟ في كتير من حلب هون؟ لو بالقامشني ما في شيء، بس يعني حوالي القامشني يعني حاولوا يفوتوا على القامشني، بس الله كريم الشغل ما في شغل، المعيشة صعبة صعبة. أهلك وين؟ هون بسوريا. وأنت وحدك هون؟ أنا وأبوي وأختي. وأنت شو بتشتغلي؟ ما بشتغل. هيك بتلمي مصاري كل النهار؟ وأنت كل النهار بتدقي هيك موسيقى تطلعي مصاري؟ هلا اليوم دلعنا بالبيت. اليوم؟ قبل وين كنتوا؟ كنا ببيت مانجي. مين كان يطعميكم ويشربكم؟ جيران يعطوني. انتوا قاعدين هون ببيت؟ ايه نحتي اجار البيت. مين بيدفع اجار البيت؟ هالخير. ايه؟ هالخير يعطوني. ليه عم تشحط؟ والله جوعان نشتري نحكي. بي ميت. وامك؟ امي بالبيت. من لبنان؟ من لبنان. من بيروت.